فكرة جديدة وأنا نزلت الابلكيشن وهجربه. فكرة جديدة حلو، تجربة حلوة وجديدة ما اتعملتش قبل كده وممتعة يعني حلو. قصة التنمر، قصة ميسي، مدام ديدي، قصة آسر كانت كيوت قوي اللي بتاعت يوم الجمعة، وقصة صورة المدرسة. احنا المفروض ما نأمنش لأي حد من بره وكده، ان ما ينفعش نهاجر واهلنا عايزيننا، ان احنا ما ينفعش نتنمر على حد طبعا، واحنا حلوين مهما كان شكلنا ومهما كان عيوبنا.